لا تفوتكم تجربة المبخرة الذكية هوم إلكت 3-1 في المقطع السابق، وشكرا. الله تفيدكم في الفواحات العطرية أو في استخدامها لأجهزة الفواحات. طبعا اللي عندنا اليوم كيف تصنع لك زيت عطري من القهوة. الفكرة بسيطة طبعا جدا وغير مكلفة، يعني غالبنا ولله الحمد يعني عنده مكينة قهوة أو إنه يستخدم النسكافيه ويشرب قهوته، وبعد ما يخلص قهوته يبقى تحت الرواسب مثل ما تشوفون رواسب القهوة. طبعا هذه هي، أنا حطيت عليها موية شوي بس، فهذه الرواسب نستفيد منها في صناعة فواحة أو نقول زيت عطري، عفوا زيت عطري للفواحة، وبإذن الله تكون رائحة جميلة وزكية. يلا نبدأ الطريقة، بسم الله. طبعا زي ما أنا مظهرة من بداية المقطع، تحتاجون إلى كحول تحصلونه في غالب الكماليات. طبعا نجيب الآن القهوة بعد ما خلصنا وشربناها، نجيب الكحول نضيفه عليه، تمام، بكمية يعني حسب ما تشوفون انتم، طبعا كمية وسط بحيث تذيب جميع القهوة، تحاول تذيب جميع مكونات القهوة فيه، تزود الكمية ايضا، نحتاج زيادة لكمية القهوة كثيرة. انا طبعا هذه هذا طبعا الاسبريسو، عندي ماكينة الاسبريسو هذه. الان نحركها ونمزجها بشكل ممتاز ونتركها تقريبا لمدة تقريبا ممكن نص ساعة ساعة على حسب تكون الزيت، راجع لكم ان شاء الله بعد ما يتكون الزيت العطري. السلام عليكم، رجعنا لكم من جديد. الان شوفوا او يمكن قرب الفيديو شوفوا، انفصلت الكمية، صار القهوة بالاسفل والزيت ارتفع فوق، ان نبي هذا الزيت. طبعا بطريقة راح نسحبه، نحضر لنا ابرة تقريبا قيمتها بريال، تمام، تأكد من تثبيتها ونشفط من الطبقة العليا فقط. أشفط وارجع لكم. الآن بعد ما شفطنا كمية كافية تقريبا، راح أضعها على الفواحة أو المبخرة الذكية تبع هوم إلكت، تمام، وراح أعبيها واستمتعوا بالرائحة. تبخير صراحة الريحة جميلة جميلة جدا، جربوها وإن شاء الله تعجبكم. وعلى فكرة المبخرة لها تغطية في قناتي، نشوفكم في أفكار ثانية، شكراً.